بلاش تصوير. صباح للي عنده صباح، ومساء للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. عم شوف شو بيلبق على اللبس، فلقيت هيدي حلوه. انتبه لعندي، هيدي مش على البصمه، هيدي على الكود. بتعير كود وبتفتح وبتسكر، اتفقنا؟ وهي الكبسه اللي بتفتحها وبتخبي الاغراض وين كنت ضاهر، بتحط الاغراض والتليفون مش ما تتعذب فيه. معلم القطعة هون بولاد، وما بقى مثل الأول نحملها تحت الكتف ولا هون ولا بالرقبة، صار فينا نحملها من هون طالما هي مسكرة ومقفلة مثل ما نحن بنحملها. هذا مش فرد، هذه شنطة. وبالزمانات كان عنا هاي تي بي قلبها الكار تشارجر والشارجر والباور بانك. إذا على كتر الاستعمال شوي صارت قديمة أو انتزعت شوي. مننتقل للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي هيدي اللون وهيدا اللون، إذا بدك تغير بس شنطة. والسعر ببلش 17 18 20، مش كتير بعيدة. وبدي فاجئك شوي، كان حقها كتير غالية. هيدا اللي بيركب لها بطارية من هون، والبطارية بتيجي بقلبها وبتكبس كبسة بيطلع التليفون، بتكبس كبسة بتطلع تعيد الساعة، بتشغل الايربود. كل هاي كنا عاملينها بخمسين، 45 40، هلأ رجعت لعندكم بسعر كتير واو، صار حقها $35. وين؟ بستار كول. ويلا روح.